اهلا وسهلا بكم في شيوة ام وليد. اليوم راح عندلكم باذن الله حلوى جافة سهلة كما عودتكم على الوصفات الاقتصادية. راح نديروا اليوم حلوى يسموها فوهة البركان وكان يسميها عين البقرة. نبدأ على بركة الله المقادير. راح نسحقوا 4 حبات بيض، 4 بيضات، ها هما، كاس سكر، كاس زيت، لافاني، 2 خميرات تاع الحلوى والفارينة. راح نعاود لكم ما فيهاش مقادير، مقادير بسيطة. 4 بيضات، كاس سكر، كاس زيت، لافاني، فرينة، و2 خميرات الحلوى أو إلا بيكنج باودر. نبدأ على بركة الله، نبدأ بالبيض. بسم الله. هذه الثالثة وها هي الرابعة. نديرو الكاس تاع السكر، نخلطو عادي بالفشيطة، إذا ندير لافاني، ندير 2 جمغات صغار هكا باش تروح لنا ريحة البيض والزيت. نخلط مليح، حنزيد الكاس تاع الزيت، هذه الطريقة. نبدأ ندير الفرينة. بسم الله. بعد دائما مع الفرينة كما قلت لكم نديرو الخميرة. نعم، نضيف الكيس الثاني، يعني السر كامل راه في العجينة. لازم تخلي العجينة طرية باش يجيك الكاطو طري. إلا يلبستي العجينة راح يجيك يابس، يعني هنا اللي الإنسان يغلط وما يجيش الحلوى وما تنجحلوش، يقولك جاتني يابسة. ها هو السر في هذا الحلوى، أنك تخلي العجينة طرية. كما علمتكم تخلطوه غير بالأصابع. الحلوى عمركم إلا تخلطوا بيديكم كامل غير بالأصابع. ها بهذه الطريقة راح نزيد الفرينة حتى تتلمي العجينة. كما قلت لكم دائما العجينة تكون طرية بهذه الطريقة. ها بهذه الطريقة نخلطوا العجينة تاع الحلوى، صابلي ولا اي حلوى جافة ولا، باش تجي طرية. لانه الا خلطوها بزاف راح تجي مدلوكة وتجي ثقيلة، ما طيبلكش مليح في الكوشة، وما تقولين حلوة ما نجحتش. يا ها هو السر تاعها، انك تخلطي غير بالعقل من فوق للتحت، تبعي طريقتي وباذن الله راح تجيك الحلوة شابة. نزيد الفرينة، هاي العجينة تاعنا تلمت. العجينة تكون طرية، شوفي طرية ما تكونش يابسة، يعني يبستيها تجيك الحلوى يابسة. إذا راح نبدأ في تشكيل الحلوى تاعنا، ها هو البلاطو تاعي واجد. نرشو كمية من الفرينة باش الحلوى ما تلصقناش،
نبدأ نشكله كرات بهذا الحجم هكذا. نبدأ نحط في البلاط تاعنا بهذه الطريقة. هنا حتى نعمر السنيوة تاعي كامل، نخلو بلاصة بيناتهم باسكو فيها خميرة الحلويات راح يتنفخو ويزيدو يكبرو. بهذه الطريقة اذا انا حنكمل البلاطو ونتلاقاو من بعد. اذا انا كملت البلاط تاعي عمرتو، الان جوزو العمليه تاع الثقب تاعها. راح نثقبو بهذا البوشون، شوفي اختي هذا البوشون تاع القرعه تاع الجو تاع الكرتونه يجي هذا الكبر. اذا كيفاش راح نخدمو؟ دائما نستعين بالفارينه، ندخله في الفارينه ونخدمو هكا في الوسط. يعني والله غير حاجة سهلة وتجي يعني بريزونتابل، تجي بنينة بهذه الطريقة. عملية سهلة، فقط استعملي الفرينة فقط باش ما تصيبيش صعوبات في العمليه تاعك. ها هم زادوا كبروا، وكي طيب راح تزيد تكبر. يعني كملت البلاطو الاول، وهذا الكيس يقطع لك حبات يعني كمية لا بأس بها، 60 حبة. أنا نديرها طيب ونتلاقاو فيما بعد. إذا هاي الحلوة تاعنا هنا بعد ما طابت نص طياب، نعاودو نثقبوها بالبوشون اللي ثقبنا به المرة الأولى وهي سخونة بهذه الطريقة. تنكملو كامل الحبات نص طيابة، هاي طيبة نص طياب. وراهي سخونة غير بالعقل بهذه الطريقة بهذه الطريقة، ونخلوها تزيد طيب. ها هي الحلوة تاعي طابت، وماذا بكم اختي ما تخليهاش طيب بزاف باش تجيك طرية. ها هي تحمر غير من التحت ومن الفوق تبقى بيضة. راح نجوزو لعملية التزيين. انا راح نستعمل سكر غلاس سكر رطب، وراح ندير معجون تاع الكرموس. انا خيرت كرموس تيب، وانتي ديري واش حبيتي، مشماش والا فراز ولا واش حبيتي. اذا نحكم سكر كلاصي بالصفايه وندير فوق الحبات بهذه الطريقه. خلاص بهذه الطريقة ندير لهم كامل. هكا ندير لهم سكر كلاصي ونعمرو الثقب بالمعجون بهذه الطريقة كيما راكي تشوفي. إلا خيرتي تاع الفرازة حيجي أحمر، لا خيرتي تاع المشمش راح يجيك برتقالي هكذا. من بعد نشوفوا الحلوه تاعنا واجده في طبق تقديم. ها هي الحلوه تاعي واجده، هاي طابت بعد ما شبحناها، درنا لها غبرناها بسكر كلاص، وعمرتها انايا بالمعجون تاع الكرموس. انت عمريها باش حبيتي، حبيتي تاع الفراز او لا المشماش كيما تحبي. المعجون اللي عندك ها هو المنظر تاعها، خرجت شابه. وننصحك باش كي تخبيها خبيها في علبه مغلقه، كي
كي تبات راح تصبح اطرى وراح تولي ابنن. واذا عجبتك الوصفه تاع اليوم تابعيني، وان شاء الله الى وصفه اخرى، والى الملتقى باذن الله.